يقوم السد بتجميع المياه وحصرها في مكان مرتفع وعندما تفتح بوابه السد يندفع الماء عبر انبوب يقودها الى التوربين او المنوب ولان النفق يضيق تدريجيا تكتسب المياه ضغطا اضافيا يمكنها من اداره عنفات المنوب الذي يحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه تتطلب هذه المحطات مصدرا للوقود قد يكون بنزينا او غازا او فحما حجريا هذا الوقود الذي يغذي نار المرجل التي تقوم بتسخين الماء وتحويله الى بخار يندفع عبر الانابيب بقوه الضغط فيقوم باداره عنفات المنوب الذي يولد الكهرباء يؤدي انشطار ذرات اليورانيوم داخل المفاعل النووي الى تحرير طاقه حراريه هذه الحراره تسخن ماء محصورا في انابيب الذي يسخن بدوره الماء الذي يتبخر فيندفع بخار الماء ويدير عنفه المنوب او التوربين فتتولد الكهرباء تدير الرياح شفرات المروحه التي يصل طولها الى 60 مترا والمصممه تصميما ديناميكيا يسهل حركه دورانها. هذه الشفرات ترتبط بمسرع به علبه تروس دوره مضاعفه سرعه الدوران التي تصل المنوبه فيحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه. الألواح الشمسية تتكون من العديد من الخلايا الكهروضوئية التي تتكون بدورها من العديد من الطبقات شبه الموصلة. يتشكل عبر هذه الطبقات فرق في الجهد عند تعرضها للضوء، فيتولد عنها تيار كهربائي. باطن الأرض شديد الحرارة ويمكن استغلال حرارة باطن الأرض في توليد الكهرباء وذلك بالحفر إلى الأعماق الأكثر سخونة فتندفع الغازات مشكلة ضغطا كبيرا وتقوم بإدارة عنفات التوربينات والمنوبات التي تولد الطاقة الكهربائية ربطت طافيات عملاقه بالمضخات الموجوده على قاع المحيط تلاطم امواج المحيط هذه الطافيات وتدفع هذه الطاقه الحركيه المياه ذات الضغط العالي عبر الانابيب الى محطه توليد الطاقه الموجوده على الساحل تدير المياه ذات الضغط العالي العنفات التي تولد الكهرباء